مرحبا، معكم إبراهيم زقار من علمني أب. في هذا الفيديو الذي سنتعرف فيه على طريقة استعادة حساب زوم في حالة نسيت كلمة المرور. إذا ستذهبون ل zoom.us أو .com، ثم سنقرون على sign in هنا. هنا بطبيعة الحال سنقرون على forgot password، ثم يجب إدخال يعني البريد الإلكتروني الخاص بكم هنا الذي قمتم بالتسجيل فيه. I'm not a robot هنا، ثم سنقر على send. طبعا البريد الإلكتروني سيتم إرسال رسالة إليه، ومن هناك يمكنك أن تقوم بإدخال كلمة مرور جديدة. دعنا ندخل لي البريد الإلكتروني الجيميل، وده هنا zoom password reset confirmation. ستنقر هنا على يعني هذا الرابط الموجود هنا، click here to change your password. وهنا يمكن أن ندخل كلمة المرور الجديدة الخاصة بالحساب، وسأدخلها هنا، سأعيد إدخالها هنا، ثم سنقر على save. طبعا هناك مشكل في كلمة المرور لأننا غير متطابقة، دعوني أعيد محاولة إدخالها. سأعيد إدخالها هنا، نفس كلمة المرور، ثم سنقر على save. الآن ستلاحظون أنه تم تعديل كلمة المرور، والآن يمكن أن أقوم باستعمال كلمة المرور الجديدة يعني لتسجيل الدخول لزوم، أو يعني سواء على الويب أو يعني هنا على برنامج زوم أو على تطبيق زوم على الهاتف.